السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سور عقارات اسكندرية شاطئ النحيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد، وشقة دوليكس مميزة ناصية مميزة، الطابق الخامس بالروف، على بعد 5 دقايق بالظبط مشي البحر وبجوار الشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل قرية أكتوبر شاطئ النحيل. شفنا بعض عندي هنا دي الواجهة، موجود عندي هنا بوابة خاصة وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، ده المدخل. عندي هنا ده الأسانسير. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي شقة الدوبلكس خاصة بالجار، ودي الشقة بتاعتنا الدوبلكس اللي فيها العرض. على يمين هنا موجود عدد الكهرباء اللي خاص بالوحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. الدولكس عندي عبارة عن 2 مستوى للريسبشن، ندخل مع بعض نبص على غرف النوم الحمام. قصادنا هنا على طول مباشرة موجود الحمام، ده مكان غسالة في الأوتوماتيك، مساحة جميلة جدا، سيراميك للسقف، تشطيب ممتاز. وعندي هنا موجود أول غرفة نوم، ممتازة جدا ما شاء الله، مرتبة تشطيب هادي جدا، ألوان هادية وديكورات ممتازة. عندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل على الشارع، الشارع عرضه 12 متر. دي عندي هنا طرد التوزيع للغرف، ودي الغرفة التانية نفس مساحة الغرفة الأولى، متشطبة برضه تشطيب هادي جدا، ألوان هادية ممتازة. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها بتطل على نفس إطلالة الغرفة الأولى، بتطل برضه على الشارع، عندي هنا دي طرق التوزيع 2 مستوى، درجتين للريسبشن، عندي قطعتين،
متشطب كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات جميلة جدا ما شاء الله. وعندي هنا موجود ده مطبخ أمريكاني، المطبخ من الداخل مساحته ممتازة جدا. طالة برضو بتطل على الشارع. شغل جميل وحديث ومميز ما شاء الله. عندي هنا دلوقتي ريسبشن من زاوية تانية، وعندي هنا دي البلكونة موجود فيها السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف، متشطبة برضو كويس جدا، تراس رائع وجميل. ده سلم داخلي حديد بيطلعنا للروف، ودي رؤية الشارع. على نهاية الشارع ده عندي موجود البحر، الشارع عرضه 12 متر، والوحدة على بعد 5 دقايق بالظبط ماشي للبحر. نطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي من الحديد، طلعنا للروف. سلم مريح جدا وأمان في الطلوع. عندي هنا ده الروف، فيو رائع وجميل جدا ما شاء الله. موقع سكني بجوار الخدمات العامة والشارع الرئيسي داخل قرية أكتوبر شاطئ النخيل. دي إطلالة تانية. عندي هنا برضو 2 مستوى في الروف، نفس التقسيم برضو تحت. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس الطابق الخامس بالروف. العمارة عبارة عن 5 طوابق، وعرضنا في الطابق الخامس بالروف. موجود أسانسير وحارس خاص للعقار، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومياه. احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 200 متر، عبارة عن 100 متر تحت غرفتين وريسبشن ومطبخ أمريكاني، وطرق توزيع الغرف 2 مستوى وحمام وبلكونة كبيرة، وسلم داخلي بيطلعنا للروف نفس المساحة 100 متر. السعر 290,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 18,000 دولار.
ومن داخل المكان كان مع حضراتكم أحمد بهجت صاحب قناة صول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض فوق الممتاز، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل.